كذا بورت عشان نتأكد من كذا إدراك في نفس الوقت ما نعملش مشكلة وما نعملش دوبل إنتراكشن. مساء طيبين ومبروك، وان شاء الله كده المستشفى دي تبقى حاجه علامه مميزه في مش بس في الغربيه ولكن في مصر كلها باذن الله بيكم يعني. فكرة ان احنا مثلا موضوع زي ده نقدر نتحرك فيه نوصل 250 لمليون، اعتقد انها هتبقى مفيدة لينا كتشغيل ومفيدة لأهلنا كمان كتقديم رعاية صحية. فأي شيء انا بأرجو معايا عن العميد ومدير تنفيذ المستشفيات دكتور حسن بيه، ارجوكم وصلوا لي اي معوقات انتوا محتاجينها. احنا ما زلنا مجهود كبير في مرحلة معينة دكتور حسن بيفتكر ومعايا العميد عشان نوصل التجهيزات دي، ورحنا وقعدنا وانا رحت بنفسي الشرع الموحد ويعني عملنا مجهود وحصل بوش جامد في الفترة دي. لولا البوش ده ما كنا يمكن لحد دلوقتي ما كناش لسه وصلنا كثير من التجهيزات اللي وصلنا.